وفاة الصحابي أسامة بن زيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وينظر إليه نظرته إلى سبطي الحسن والحسين. هاجر إلى المدينة المنورة، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة السرايا. قبل أن يبلغ 20 من عمره فكان مظفرا موفقا، له في كتب الحديث 128 حديثا.